فلا طريقة كيفية حل مشكل إيجاد البريد الإلكتروني على تطبيقكم شيئان. قوموا بضغطنا على تطبيق شيئان، وبعدها سوف نقوم بضغطنا على هنا، سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة الحساب، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على البريد الإلكتروني، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التحقق من، وبعدها وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.